هذا المستشفى الميداني وقيم خصيصا لضحايا زلزال الحوز. حنا كنستقبلوا كل الحالات، حالات المستعجله، حالات اللي هي متعرضه لاصابات بالغه. اذا حنا متخصصين بالكونسلطاسيون، الاستشاره الطبيه. الحالات اللي هي ماشي مستعجله كنشوفوها، كنشوفوا واش خاصها شي دواء، خصوصا ان الناس طاحت لهم ربط لهم الدار على فلوسهم على الادويه ديالهم. دونك اللي خصو شي دواء كنعطيوه له. كاين دابا خصوصا مع كتكون شويه النظافه كتكون قليله، راك عارف دابا الخيام وهذا، كنشوفوا لي زانفيكسيون يورينار، يعني تعفنات في المسالك البوليه، تعفنات في الجهاز الهضمي، هادشي كله كنشوفوه. الادويه الحمد لله كاينه، وكاين الاطر الطبيه بوفره الحمد لله. الحمد لله انا درني رجلي وجيت هنا ودوزت كلشي، لقيت كلشي الحمد لله بخير، الحمد لله كلشي موجود، موفر كلشي الحمد لله. الله ينصر سيدنا، الله يزيد في عمره. الناس الله يجزيهم بخير، الله يجزيهم بخير، الله يخلص لهم. تنطلب الله الله يخلص لهم. عندي دابا رجل، انا عندي رجلي، رجلي من ركب، من ركب هكا. لا لا ما طاح لي والو، ولكن تهضرني تهضرني ما طاح لي والو. انا الحمد لله الساعة بخير، ولكن كاين الناس متضررين بزاف. حتى انا نيت انا من دبر وسافت لا تماما ما في ما فيه تماما ما فيه الناس. هي الدار تزعزعت، الديور تزعزعت صافي شويه، ماشي بحال. جزاك الله خير على الناس.